تظهر هذه روبوتيك بورتوس حبيناها للصغار للصغار ذوي الاحتياجات الخاصه، خاطر الروبوتيك ما يقفش على الكبار كهو، روبوتيك للناس الكل، هذاك علاش تظهر هذه اسم على جسمها روبوتيك بورتوس، روبوتيك للجميع. مشينا حذاهم عملنا لهم ورشات، علمناهم كيفاش الروبو يتحرك، كيفاش يمشي، من شنو متكون، وجبناهم اليوم احذانا باش يشاركوا احذانا. تظهر هذه نظمتها كلوب روبوتيك بالتشارك مع مدرسة تحسين بسباس للتربية المختصة والتأهيل بالمنستير، وحدة تنشيط الأحياء بالمنستير، وكذلك مدرسة عبد الرحمن بطبلبة، ومدرسة ومركز التأهيل بجمال. وكل مدرسة حضرت لبري باش تهديها للمدارس الأخرين باش من بعد يصير معناتها الاختلاط بين المدارس. 39 مشارك أعمارهم تتراوح بين 6 سنين وال 12 سنة. السيركوي اللي باش يعملوه الصغار هو انهم لازمتهم يمشوا للامبوله يفلقوها ومن بعد يوصلوا للفينال. كل سنتر عنده الكولور نتاعو، لازمته يترشق الامبوله على حسب الكولور، وفما زاده في الاخر في الفينال فما كولور اللي يشعل هو نفس الكولور نتاع الامبوله باش يفكرهم شنو الامبوله لازمتهم يمشيو. هي معناها كمسابقه علميه ثقافيه باش نحسوا الاولادات والمجتمع المدني انه التلامذات هذوما كيف نتلاقوا بهم راهم مثل الاسوياء، والروبوتيك صار معناها في عالمنا هذا ضرورة، كما راهو نلقاو كرسي متحرك بالروبوتيك ولا سيارة بالروبوتيك، هي في متناول أيضا الطفل المعوق أو الشخص المعوق. هذه صارت عندها انعكاسات إيجابية لفائدة التلاميذ، هذه الشريحة هذه ذوي الاحتياجات الخصوصية، هو الانسجام مع بعضهم في تنشيط زادة ايقاع نتاع الرقص باش يخرجوا من مكنوناتهم، باش التلامذه تتفرهد، التلامذه الكل تبتسم، التلامذه يخرجوا من القسم العادي الى فضاء معناها للنشاط هذا. والحقيقه معناها شفنا التفاعل نتاع الوليدات هذوما، تفاعل ايجابي وبكلهم فرحانين. ثم هذا مش ينعكس على مدرسه حسين بسباس برك، شاركوا فيه مدارس أخرى كما مدرسة عبد الرحمن بوتبولبا، مدرسة الحياة بجمال، غابت مدرسة الشروق لأسباب معناها لوجستية متاع الحفلة، هذه راهي للمرة الثالثة تصير، وعلاش المرة الثالثة؟ لأنه لقت نجاح كبير من التلاميذ، المربين فرحانين. Hey!